أهلا بكم مرة أخرى. خطأ اتحاد الملاكمة خطوة مهمة في تصحيح الاختلالات الإدارية من خلال عملية تدوير المناصب بين أعضائه التي حدثت مؤخرا بحضور جمعيته العمومية، حيث أقصي رئيس الاتحاد من منصبه بحجة عدم التواجد في العاصمة. بعد ركود اتحاد الملاكمة عن الفاعلية وعدم إقامة بطولة داخلية، بالإضافة إلى عدم استئجار مقر يأوي اتحاد اللعبة، ها هم أعضاء مجلس الإدارة يقومون بتدوير المناصب في الاتحاد بموافقة أعضاء الجمعية العمومية ووكيل قطاع الرياضة من أجل إصلاح ما أفسدته استراتيجية الاتحاد السابق. وتم تغيير أو تدوير في المناصب في أعضاء مجلس الاتحاد من خلال تنازل الأخ الكابتن محمود جميع للكابتن الخبير الدولي رائد علي نعمان بمنصب رئاسة الاتحاد، وكذلك تولي أنا محدثكم فكر الجوفي أمينا عاما، وتولي الأخ شوقي البكاري أمينا عاما مساعدا، وبقاء الأخ المسؤول المالي بسام الغرباني، وبقاء الكابتن محمد الحرازي نائبا للرئيس، وتعيين الأخ سند جعفر مشرفا فنيا، وذلك بمباركة الجمعية العمومية للاتحاد والأخ الوكيل لقطاع الرياضة الأستاذ عبد الحميد السعيدي، وذلك من أجل انتشال حال اللعبة الذي كان مترديا بسبب الخلافات التي كانت بين أعضاء الاتحاد من جهة، وبين عدم وجود الثقة ما بين أعضاء الاتحاد وقيادة الوزارة نتيجة للاختلافات التي الحاصلة بعدم إقامة بطولات أو فعاليات خلال الفترة السابقة. كان الاتحاد في ركود دائم حتى اجتمع مجلس الإدارة واجتمع اجتمع الجمعية العمومية لإصلاحات في الاتحاد العام للملاكمة، فقمنا بالتدوير المناصب وليس إقصاء لأحد، حيث كانت المشكلة في الكابتن محمود جميع نظرا لحالته الصحية. اجتمع معنا واجتمعنا كلنا على أساس أنه نقوم بالتدوير، فقمنا بالتدوير. إزاحة رئيس اتحاد اللعبة محمود جميع اتفق عليها أعضاء الجمعية العمومية بسبب عدم تواجده في العاصمة ومن أجل ترتيب أوراق لعبة الفن النبيل التي عانت مؤخرا من الإهمال. ونحن الآن إن شاء الله في صدد إيجاد مقر للاتحاد للبدء في العمل من أجل تطوير وإعادة اللعبة إلى مسارها الصحيح بعد الاختلالات التي حصلت. في هذا المكان يتواجد أعضاء الاتحاد من أجل استلام العمل بشكل رسمي من قبل وكيل قطاع الرياضة عبد الحميد السعيدي، فيما هذا المحضر يؤكد أن التدوير تم من قبل أعضاء الجمعية العمومية. مازن الشعبي، أحوال الرياضة. في مهرجان مصغر وتقليدا لمهرجانات سباق الإبل في دول الخليج العربي، شهدت مدينة ثمود بمحافظة حضرموت المهرجان الثاني لمزاينة الإبل بهدف الحفاظ على السلالات الأصيلة، وسط حضور شعبي كبير وتشريف عدد من الضيوف الخليجيين. بسم الله الرحمن رب البرية. للبلدان تاريخ، والتاريخ عراقة وأصالة، وأصالته اليمن. مؤخرا شهدت منطقة كرع في مدينة ثمود بمحافظة حضرموت مهرجان محالبة ومزاينة الإبل لقبائل المناهيل في موسمه الثاني على التوالي، بإشراف وتنظيم بيت سالمين وبهدف الحفاظ على السلالة الأصيلة. في مزاينة كرع في موسمها الثاني، ونشكر الداعمين لهذه المزاينة الأخ عشير بن عبد الله وعياله، والأخ ريس بن حرزان المنهالي وعياله، وعيال المغفور له إن شاء الله حمد بن يحيى وعياله، وكافة بيت سالمين لدعموا هذا المزاين. المهرجان الثاني للمزاينة والتي تعني اختيار وانتخاب أفضل الإبل بدأت فعاليته بتصفية الإبل المشاركة في المهرجان من قبل لجنة تحكيم متخصصة من الإمارات العربية المتحدة. احنا حصلنا في فرق، يعني السنة الأولية كانوا الناس متكاسلين ولا عندهم، بغض النظر أن المادة هنا ضعيفة ولكن تبغي جهد، وهذه السنة في فرق شاسع في الإبل وفي المقام وفي جميع النواحي.
بعد 31 شوطا تم الوصول إلى شوط الحسم الذي فازت به سلالة المجاهيم لينتصر محسن بن معوض المنهالي بالبيرق أعلى جائزة في المسابقة إضافة إلى سيارة. حضور جماهيري كبير من عشاق الإبل شهد البهرجان وعكس مدى اهتمام أبناء المناهيل بالإبل الأصيلة. طارق السعيد، أحوال الرياضة. أربع فرق عدنية كانت وحدها أقطاب صراع على بطولة تنشيطية للعبة الكيك بوكسينج نظمها فرع الاتحاد بالمحافظة وتوج فيها أبطال النصر على حساب المنصورة. قد يتفق البعض أن بطولة عدن التنشيطية للكيك بوكسينج التي أقيمت منافستها في نادي الوحدة العدني أتت بالوقت المناسب بعد توقف اللاعبين عن ممارسة البطولات خلال فترة الصيف، فعلى الرغم من تواضع المكان وتوقيت الزمن إلا أن الجماهير كانت أمام فرصة اكتشاف والتمتع بمثل هكذا رياضة. هذه البطولة تأتي ضمن برنامج أو أحد البرامج فرع الاتحاد بمحافظة عدن الذي معاد يعني مسبقا من قبل فرع الاتحاد في عدن. المنافسة احتدمت بين الفرق المشاركة خصوصا بين النصر الذي توج بالبطولة وشباب المنصورة الذي حل وصيفا. دورة تبشر مهم جدا في هذا الجانب من خلال تنشيط الفرع التعدد في دورها تقوم بتنشيط شبابها واستهداف الشباب والنشء من أجل الإثراء في المجال الرياضي والثقافي. البطولة الحمد لله تمت بمساعدة الكابتن طارق والجمهور. تنظيم هذه البطولة في نادي وحدة عدن كانت لها خصوصية وفيرة عند أبناء اللعبة، فيما غياب اللجنة المؤقتة الجديدة لنادي الوحدة عن الحضور أثار التساؤل لدى المتابعين. مازن الشعبي، أحوال الرياضة. أما الآن نبقى مع أهم الكتابات والمقالات في أبرز الصحف الرياضية. نبدأ من صحيفة ماتش حيث كتب عيدروس عبد الرحمن الماس ناصر. فقدت الكرة اليمنية واحدا من أفذاذها ونجومها الكبار الكابتن ناصر الماس، ذلك النجم الذي صال وجال في كل مراتب ومواقع الكرة كمهاجم عظيم، لقب بصاحب الرأس الذهبية، وعاصر وزامل شهيد الرياضة الأول الشهيد الحبيشي عندما كان يلعبان معا في خط هجوم الأحرار في فترة الستينات. ولد الفقيد ناصر الماس العديد والكثير من الحكايات والقصص والنوادر التي كانت تحدث مع الاثنين أو مع أحدهما، وتصوروا كلها ذهبت أدراج الرياح، لأننا شعب وأمة لا تحترم تاريخها ولا تعير للتاريخ أدنى احترام، ولذلك فإن السابقين والأولين من روادنا الذهبيين والذين حملوا لواء النهضة الرياضية والتجديد الكروي وأسهموا في بناء تلك المداليك الهائلة كرويا ورياضيا. ها هم هذه الأيام يتساقطون واحدا تلو الآخر دون أن نكلف أنفسنا حتى الاهتمام بهم وتاريخهم واستخلاص ما قاموا به وما صنعوه، ولن نقول بضرورة الاهتمام بهم ورعايتهم، فالكثير من هؤلاء يتفلتون علينا بشكل يومي وهم من صنع لنا الفرحة والفرجة وأخلصوا للكرة والرياضة، إخلاصاً لو أعطينا الربع منه لكنا أحد أهم المنافسين على الألقاب الآسيوية والخليجية. ويضيف الكاتب: مشكلتنا أننا أشبه بذلك الدب الذي قتل صاحبه، لا نعرف نحب ولا نجيد الاختلاف والتباين ولا نفقه الحفاظ على كنوزنا ورموزنا ولا ندرك أهمية التاريخ وعودتنا إليه كل ما احتجنا له، فمن مات قديمه تاه. وفي الصفحة الأخيرة من صحيفة الرياضة: الإخفاق والفشل إداري.
هناك كثير من إدارات الأندية لا تجد أمامها سبيلاً في مرضاة ومهادنة غضب جماهيرها إلا بالاستغناء عن الأجهزة الفنية وبسرعة الصاروخ، وينطبق هذا الوضع على الهيئات الإدارية للأندية في العالم الثالث وعلى وجه الخصوص في الوطن العربي. فبعض الأندية تغير أجهزتها 4 مرات في الموسم الكروي، وهناك قلة قليلة من الأندية تمتلك من الشجاعة والجرأة ما يجعلها تركز على الفريق فتستغني عن البعض وتحيل البعض الآخر إلى بوابة التقاعد أو بالأصح الاعتزال المبكر. وقد تنجح محاولات المعالجة في كثرة تغيير الأجهزة أو من خلال الاستغناء أو اعتزال اللاعبين. أما في حال ظل الوضع السيء للفريق بعد تجريب طريقي المعالجة الأولى للأجهزة الفنية أو الثانية الفريق، فإن المشكلة في الأساس ليست إخفاقا فنيا أو في الفريق، وإنما المشكلة الأساسية فشل وإخفاق إداري. هذا كل ما لدينا في حلقة هذا الأسبوع من أحوال الرياضة، مواضيع وقضايا رياضية جديدة في الأسبوع القادم. في أمان الله.